بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللي يكسر خاطري فعلا الناس اللي محرومين أنهم يكتبون على الورق، وبالذات الناس اللي يكتبون مذكراتهم. مش لازم مذكرات، ممكن عندك كتاب، دفتر تحطه في تحفظه عندك في مدونة، بس تكتب. أنا يعني من الأشياء اللي في حياتي، أنا عشت طفولة يعني لأني أقرأ كثير، ولأني مع الكتب، ولأني كنت أتعرض وما أشوف، فكنت أتعرض كثير اللي يسمونه التنمر، اللي يكسر نظارتي، واللي يقولوا لي عندي مكتبة فوق السطح، يقولوا مكتبة السطوح، واللي يقطون عليك. يعني كنت موضوع تنمر، كنت دائما نفسيا في المدرسة وبرا الشارع الضايق. إيش اللي حفظ لي عقلي؟ إذا كان عقلي محفوظ طبعا، اللي حفظ لي عقلي إني كان عندي مذكرة، وما زالت أكتب فيها كل يوم إيش اللي صار لي. إذا أنا زعلان أحط زعلي في الورق، إذا أنا حمقان أسوي في الورق. أنا ما أقدر عليهم، فأكتب في الورق مثلا إني مسكتهم وطقيتهم وضربتهم وشلتهم فوق وقطتهم في الأرض، أحس براحة. طبعا أنا ما أقدر أسويها بالواقع، لكن سويتها على الورق، وهذا جمال الخيال وهذا جمال الكتابة. الآن من أمتع شيء الناس يتكاتبون، الناس اللي تحابوا تكاتبوا. أجمل شيء إن نقول شعر، أو اللي يقول شعر أو يكتب شعرا. الكتابة سحر. أنت لما تكتب رسالة لشخص، إذا كنت ما تكتب كثيرا، ما تتقن فن الكتابة وأدواتها، لا يمكن أن تقنع الأشخاص. حتى في البزنس، حتى في الأعمال الحقيقية، يجب أن تكون أولا حتى تقنع الناس، حتى يعني يعجبوا فيك لما يشوفون رسالتك، انك واحد اسلوبك جميل وطلي، اثنين فكرتك واضحة، ثلاثة عربيتك سليمة ما فيها لحن، قواعد النحو عندك صحيحة. مش يا واحد يبدأ في المبتدأ يقول لي على طول السعوديين، اي سعوديين؟ سعوديين مبتدأ يا اخي، سعوديون يعني. فبالتالي إن اذا اتقنت فن الكتابة احترمك الناس، وعرف انك فعلا هذا رجل عنده ذهنيه معينه يتعامل معها على طبقه معينه. لكن كانت المقال او الخطاب مليء بالاخطاء الاملائيه والنحويه، قد تؤثر عليك سلبا. شكرا.